الحضارة بتكمل من بعد احداث الجزء الاول، وبنروح مع عصابة لابسة اقنعة مهرجين كده واللي بيعمل عملية سطو على بنك في مدينة جوث، وبينقسموا الفريقين، فريق بيطلع على سطح البنك وبيعطل اجهزة الانذار، والفريق التاني بينفذوا الاقتحام، وهنا شوية منهم بيدخلوا الخزنة يسرقوا اللي فيها، وشوية بيفضلوا بره مثبتين العمال بتوع البنك، لحد لما واحد من الموظفين كان عنده شوية شجاعة كده قدر ان هو يهجم على العصابة الله يرحمه يعني، وبتكون خطة العصابة ماشية تمام. وبعد لما بيسرقوا بيجي وقت الهرب بقى، فاهم انت، وبينقلب واحد ضمن العصابة على الباقيين، وبيكشف المجرم ده عن وشه، وبنشوف ان هو الجوكر، وبيحط القنبلة في بق الموظف اللي لسه ضربه بالنار، وبيقدر ان هو يهرب. وقبل لما هو يهرب يا عم الحاج حابب بقول لك ما تنساش تعمل سبسكرايب لسبونسر القناة الا وهو ويكلي سين، وعلى فكرة مش جايب لك القناة دي من فراغ، وده لان هما بينزلوا كل اسبوع نوع معين من الافلام، وحاليا هما بينزلوا 21 فيلم في الاسبوع، يعني معدل 3 فيديوهات في اليوم. اي خدمة يا عم الحاج، روح بقى باشا اعملهم سبسكرايب، واحنا نروح نلحق الجوكر قبل ما يهرب. وعلى الجنب التاني نروح مع عمك باتمان واللي بينفذ مهمته في مواجهة الجريمة في جوثام، والمرة دي كان في احدى العصابات واللي كانت بتعمل صفقة مع الدكتور كراين، ايوه هو بتاع الجزء الاول اللي انت لسه فاهم افتكره بقى. واثناء صفقتهم بيظهر اكتر من شخص زي عمك باتمان وبيحاربوهم، ولكن بعد المواجهة بيقع الناس المتنكرين زي باتمان دي، وهنا بيظهر باتمان بتاعنا بعربية المدرعة ده باتمان الاصلي يعني، وبيفضل مستني مجرمين يكملوا ضرب نار فيه لحد لما هو فاهم بيقول لهم ايه خلصتوا، ها في تاني ولا حد عايز يضربني بازوكا ولا حاجه، وبيقوم جاي نافخهم كله. واثناء ما عمك دكتور كرايم بيحاول يهرب، فاهم انت ايه، باتمان بيطرده وبيكتفه هو وعصابته وبيسيبهم للبوليس هم يغتصبوهم براحتهم، وبيقول للناس اللي منتحين شخصيته ان هم كده مش بيساعدوه وان هم بيعرضوا نفسهم للخطر وبس صراحه يعني. وهنا بنروح لمكان واللي فيه زي تجمع كده للمجرمين بتوع مدينه جوثام، واللي بيكونوا بيتناقشوا يعملوا ايه في المدعو باتمان ده، وبيحضر عمك الجوكر الدخول ليه يسبب حرائق، وبيقول ان هو يقدر يحل الموضوع ده، ولكن بيقوم واحد زي خازوق كده فاهم هيوحشنا، وبيقول له ما ينفعش نثق في المهرج ده على فكره يعني، وانه يفضل يتشرط علينا كده، الله احنا مش قاعدين في البلد ده خلي بالك على فكره يعني. ولكن برضه عمك الجوكر بيعرض اللي هو عايز يقوله، وبيقول لهم ان باتمان ده زي العلامه كده، وعلشان نقضي على علامه لازم نلاقي علامه مضاده ليها، وبيعتبر نفسه هو العلامه، فبيتعصب المجرم جدا، وقبل لما يهاجمه بيظهر الجوكر ان هو حاطط قنابل كتير كده في البدله بتاعته، وبيسيب كارت بعد لما بيهددهم ان هو يفجر المكان بميتين ابوهم. وفي وقت تاني اثناء ما المجرم اللي اتعصب على الجوكر ده بيلعب بلياردو كده بيجي له رجالته بيقولوا ان هم قتلوا الجوكر وبيسلموا الجثه بتاعته، ولكن بيتضح ان الجوكر حي وان دي خدعه من خدعه، والجوكر بيهدد المجرم ده وبيقتله. شفتكم هيوحشنا. وعلى الجنب التاني بنرجع لبروس وين او باتمان واللي بيطلب اسلحه متطوره، وده لان هو في طريقه للصين عشان يبحث عن مجرم مشبوه فيه ان هو بيهرب اسلحه كده للمجرمين بتوع الجثه، والمجرم ده اسمه لاو، فبيروح للوشيس واللي يبقى احدى مساعدين باتمان واللي بيجيب له الاسلحه يعني، وبيروح لعمك لاو تحت مسمى ان هو يخلص مع صفقات وكده، وهنا بيقدر ان هو يسيب جهاز تجسس كده عنده، وبالليل بيقدر باتمان يقتحم المبنى بتاع شركه لاو وبيهرب بيه بعد لما بيوصل البوليس. وتاني يوم بيلاقوه البوليس اللي هو عمك لاو كده مربوط قدام قسم الشرطه، وبتحقق معاه المحققه ريتشل وبتعرف منه كل المجرمين اللي بيتعاقد معاهم وبيتقبض عليهم كلهم. وهنا متعرف على الشخص المسمى بهارفي دين، وده يبقى الضابط اللي كان مشرف على القبض على كل المجرمين دول. وفي نفس الوقت بيظهر حد كان متبهدل بلبس باتمان وعلى وشه ميك اب الجوكر، ده غير ان بروس بيشوف في التلفزيون فيديو منتشر جدا للجوكر هو بيعذب شخص من اللي بيلبسه لبس باتمان برضه، ودي كده بتكون رساله مبطنه فاهم كده حاطها بطانه من الجوكر لباتمان، وده لان الجوكر بيكون عايز من باتمان يخلع الماسك بتاعه والا هيقتل كل يوم ناس كتير، ده غير ان هو بيفجر عربيه القضيه اللي حكمت على المجرمين وبيسمم رئيس مجلس الشرطه ده فشخ البشر كله، وبيعمل هجوم على حفله كده كانت مقامه في بيت عمك بروس وين، وبيروح عشان يدور على هارفي اللي انا قلت لك عليه من شويه، وبيهدد ريتش عشان تقول فين عمك هارفي، ولكن هنا بيظهر بروس في زي باتمان وبيحارب الجوكر ورجالته، ولكن بيكون فات الاوان لان الجوكر خطف عمتك ريتشل ورماها من الشباك حرفيا، ولكن بيجري عمك بروس يلحق هوبي بيستغل الجوكر الوقت ده وبيهرب. وفي اليوم اللي بعده بتحصل جنازه كبيره كده للقاضيه اللي ماتت هي ورئيس الشرطه، واثناء ما العمده بيقول كلمته كده في العزاء بتاعهم بيكون الجوكر وسط الصفوف بتاعت الضباط متنكر وبيحاول اغتيال العمده، ولكن عمك بروس بيلحقه، وبعد الحادثه دي بيخرج هارفي دينتو بيعلن ان هو باتمان، وبيقول الكلام ده بهدف ان الجوكر يبطل عمليات الاغتيال اللي هو بيعملها دي، وبيتقبض على عمك هارفي. واثناء نقله للسجن بيحصل هجوم على عربيه البوليس، وهنا بيجي عمك باتمان وبينقذ هارفي، وبتكون المواجهه شديده لدرجه ان عربيه باتمان المصفحه بتتفشخ، فبيستخدم
الموتوسيكل الباتماني كده بتاعه، وبيكون على وشك ان هو يقتل الجوكر، وهنا بيفضل الجوكر ثابت مكانه مش بيتحرك، وبيتحدى باتمان بان هو لو هيعرف يقتله يقتله. والمشكله ان عمك باتمان ابن مش بيقتله، فعلا بيتفادى عمك باتمان الجوكر ومش بيقتله، وبسبب ان هو تفاداه فبيؤمن على الموتوسيكل بتاعه، فدي بتكون فرصه للجوكر ان هو يقتله. ولكن على اخر اللحظه بيظهر الضابط جوردن وبيعتقل الجوكر اخيرا، وبنكتشف هنا ان كل دي كانت خطه من عمك هارفي وباتمان عشان يستدرجوا الجوكر ويقبضوا عليه. ولكن بعد القبض عليه بيلاحظ الشرطه اختفاء عمك هارفي وريتشل، وبيرفض الجوكر ان هو يقول اي حاجه للضابط جوردن، فبيضطر باتمان ان هو يحضر بنفسه، فاهم انت كده ايه، ويحقق مع الجوكر. ولكن بيستمر عمك الجوكر في ان هو يستهزئ بيه ويماطل معاه. وبعد ما عمك باتمان بيضرب الجوكر بيعرف منه مكان ريتشل وهارفي، وبيقول ان كل واحد فيهم في المكان اللي هو فيه ده قنبله هتنفجر في وقت معين، والمشكله ان كل واحد فيهم في مكان معين. فبيروح عمك باتمان ان هو يلحق هارفي، وفي نفس الوقت اللي بيروح فيه عمك جوردن عشان يلحق ريتشل. ولكن بالنسبه للجوكر فبيقدر ان هو يثبت واحد من الضباط وبيطلب مكالمه هاتفيه عشان ما يقتلوش، وبيتضح ان هو كان زرع قنبله كده جوه بطن واحد من رجالته، ولما بيتصل بتنفجر القنبله وبيهرب. وعلى الجنب التاني بيوصل عمك باتمان لهارفي، وبيقدرش ان هو ينقذ غير نصه بس تقريبا، لان ده حرفيا اللي حصل، لان هو انقذ نصه لمين، لان نصه الشمال اتفشخ حرفيا، اتحرق يا عيني. وبالنسبه لريتشل فبتموت، وده لان جوردن ما بيلحقش ان هو يوصل لها. يلا يا جوردن يا عار. وبعد اللي بيحصل ده هنحتاج ان احنا نتعرف على المحامي كولمان ريس، واللي بيكون في لقاء تلفزيوني بيدافع عن باتمان وبيقول ان الجوكر لازم يتحبس لان هو فاهم ايه، مختل عقليا. ولكن بيتصل الجوكر على البرنامج وبيقول لو المحامي ده ما ماتش خلال ساعه هيفجر مستشفى، ولان هو مش بيقول انهي مستشفى، بيضطر البوليس ان هو يخلي كل المستشفيات بتاعه المدينه، وبيحاولوا ان هم يحموا عمك كولمان، وده لان بتكون في ناس كتير اصلا عايز تقتله عشان تلحق اللي هيموتوا في المستشفيات. وفي وسط كل ده وعلى الجنب التاني بيقدر الجوكر ان هو يوصل للمستشفى اللي فيها هارفي بعد لما اتنقع شكل ممرضه، ونشوف شكل عمك هارفي كده بعد لما بقى نصين، نص مشوي ونص مقلي، وبيكون هارفي متعصب جدا من الجوكر وعايز يقتله لان هو السبب في كل ده. وبعد حوار تشويل بيفجر الجوكر المستشفى وبيهرب، وبيكمل الجوكر في مخططه وبيخطف شخصه وبيجبره ان هو يوصل رساله للناس، والرساله دي بتقول ان بعد الساعه 12 هتبدا اللعبه، واللي عايز ينسحب لازم يهرب من دلوقتي، وده طبعا بيخوف الناس جدا. لعبه ايه يا ابن هو الواد ده هيلعب بينا ولا ايه؟ وبيبدا البوليس ان هو يخلي المدينه عن طريق ان هو قسم السكان على سفينتين، سفينه فيها الناس اللي كانت مسجونه وسفينه ثانيه فيها باقي الناس، وخلال ده بيلاحظوا ان في متفجرات جوه السفينه، وبيكون الجوكر سايب رساله بتقول ان كل سفينه فيها جهاز تحكم بيفجر السفينه الثانيه، واللي هيفجر الثاني الاول هيعيش ولحد الساعه 12، لو ما حدش فجر الثاني الاثنين هيموتوا. ولكن بيقدر عمك باتمان يحدد مكان الجوكر، وبيكون الجوكر خاطف ناس كده ونلبسهم اقنعه عصابته، فبيضطر باتمان ان هو يواجه افراد الشرطه عشان ما يقتلوش حد من الرهائن دي، وبيوصل الجوكر وبتدور ما بينهم مواجهه لحد لما الجوكر بيثبت باتمان وبيقول ان سكان المدينه هيبانوا على حقيقتهم، وهيبان قد ايه البشر وحشين جدا وولاد واشرار. ولكن في السفن بيرفض كل الناس ان هم يفجروا التانيين، وده طبعا بيكون عكس توقعات عمك الجوكر. احسن فبيكون الجوكر عايز يفجر ميتين ابوهم هما الاثنين، ولكن مش بيقدر لان باتمان بياخد جهاز التحكم منه، وبيقول الجوكر لباتمان ان انت ممكن تكون كسبت الرهان ده، ولكنك ما تعرفش ان هارفي ظهر على حقيقته وبقى شخص شرير وعايز يقتل عمك جوردن. فبيسيب عمك باتمان الجوكر عشان البوليس يقبض عليه، وبيروح يشوف في ايه يا جدعان الله، وبنكتشف ان هارفي خطف اسره جوردن. وده ليه بقى يا سيدي؟ ده علشان جوردن وصل متاخر وما لحقش ان هو ينقذ ريتشل، واللي هارفي كان بيحبها جدا صراحه يعني. وهنا بيظهر باتمان اثناء ما هارفي كان واخد ابن جوردن كرهينه، وبيقول باتمان لهارفي انك انت بطل بالنسبه لناس كتير، ما تلغيش بقى انت عامل حاجه كل ده بقتلك لشخص بريء. ولكن هارفي بيكون متعصب جدا وبيضرب باتمان بالنار، وبيكون مستعد ان هو يقتل ابن جوردن، ولكن باتمان بيهجم عليه لان هو كان لابس وقت الرصاص، يعني ده ملابسه من الجزء الاول اصلا. وبيقع هارفي من فوق المبنى بعد لما باتمان انقذ ابن جوردن، وبيقول جوردن لبروس ان الجوكر كسب وقدر ان هو يلعب على دماغ هارفي، وبيكونوا محتاجين ان اسم هارفي يفضل زي ما هو اسم شريف علشان فاهم ان هو يدي امل للناس والناس يستمروا في الامل بتاعهم وكده. فبيتفقوا ان هم يقولوا ان باتمان يتحمل كل الجرائم اللي عملها عمك هارفي، وفعلا ده اللي بيقوله عمك جوردن، وبكده باتمان بقى خارج عن القانون. استنى بقى يا عم الحاج الجزء الثاني عشان تعرف باقي الحدوته، وبس كده توته توته خلص الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم وسام عشان هو اللي منجي الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد وسام عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، وبرده اهم حاجه ما تنساش تخش تعمل سبسكرايب لقناه ويكلي سين، وتخش تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده سيكا عشان هي جامده سيكا. وبس كده اعمل حاجه، اقول لك بوسه والسلام.